مسؤول عقليته. ثم حتى لو اتبنت على حس سليم يتدخل الوهم ويلخبط. الوهم ده مش دايما، وانا قلت معاني الوهم في العلوم المختلفة، بس يمكن ما قلتش الوهم في علم مصطلح الحديث، ولكن اللي معانا أظن حفظ المسألة دي وزهق منه، إن الرواية المضبوطة مية مية كما يقول المصريون من حوالي 30 سنة، بس ما كانش حد عارف كلمة مية مية دي. أنا يعني مهتم باللغة وبتابع يعني، وأول مرة سمعت كلمة مية مية دي وقفت عندها. لكن من 99 لغاية 2% ده في احتمال، لكن إذا كان واحد يصدق 90% أو 95% ويغلط في حاجات قليلة يوثق به. مش عارفين الحديث الصحيح؟ يعني قد يصدق الكذوب وقد يكذب الصادق، لكن احنا المقياس بتاعنا ايه؟ المقارنات. اذا كان خطأه اقل من صوابه، واقل كثيرا جدا، ولذلك فعندهم هم يعني مقاييس اليقين يعني يكون صح 100%، لكن إذا كان النقل يعني محتمل ولكن الصواب أكثر من الخطأ، فده بيسموه إيه؟ وإذا كانوا قد بعض بيسموه إيه؟ وإذا كان الخطأ أكثر بيسموه إيه؟ وإذا كان مقطوع بقى بكذبه ومفترى من أساسه يشبه إيه؟ مين يجاوبني؟ احنا قلنا الكلام ده كتير. كافي يا مولانا؟ اللي فوق 50% ظن، يبقى ايه؟ راجح. بس الرجحان ده فيه متفاوت مستويات، اللي هو صوابه ارجح من خطأه. اذا كان يعني يوصل 90% 50% يبقى هو ده الوقت الصحيح. إنما إذا كان يعني 51% وبتاع، وإن كان راجح صواب وأرجح من خطأ، ولكن إذا تساوايا بيسموه إيه؟ شك هو استواء الحالين يمين وشمال، 50% و50% تقريبيا. أما إذا كان الغلط أكثر فده بيسموه الوهم. فمن 2% لحد 49% وهم في علم مصطلح الحديث وعلم الشهادة. عارفين الشهادة في الفقه؟ الشهادات أمام القاضي الحتة دي. وأما الكذب المقطوع به فده الحديث الموضوع إذا تأكدنا من افترائه. وفي كمان ما دون الصفر، الجهل المركب. ليه الجهل المركب؟ واحد يعتقد ضد الحق ويعتقد أنه هو على الحق وأنك أنت أيها المحق على الباطل، فجهل أس ثلاثة بس. هو هنا بيأخذ الوهم من المعنى العام، وهو الارتباك نتيجة العوامل النفسية. فبيقول أغاليط الحس من هذا الجنس كثيرة، وكل واحد منا عارف المسائل دي من تلقاء نفسه. وبيقول وإن كمان حتى لو صدق الحس فالحاكم الوهمي يعني القوة الوهمية اللي في داخلك أحياناً تحكم بعكس الحقيقة وتكذب الموجود وتصدق الموهوم وكده. فمثلا
الإنسان اللي واخد على التفكير الحسي وأغلب البشر كذلك، إذا قلت له إن في موجود لا هو فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه وملوش مكان، قل الله في موجود بلا مكان، ده يبقى معدوم، هذا هو المعدوم بعينه. لكن لو سألته طب أين عقلك وأين النفس التي بها نحيا حتى تقبض، أين هي؟ فده عايز تدريب عقلي عشان يفهم إن في موجودات هي بطبيعتها مستغنية عن المكان، لأنها ليست حسية ولا تحتل رقعة من الفضاء، وإنما ذلك هو الجسم الذي لابد له من مكان. ماشي يا سادة؟ فإن كان الجسم اللي هو مركبا من أكثر من جوهر، وإن كان جوهر واحدا فيحتاج إلى حيز، يقولوا عليه الحيز، مكان برضه، بس يعني كلمة أعم شوية. اللي بيعرف علم الكلام يعرف إن في فرق بينه. وأما العرض فيحل في الجوهر، والجوهر له مكان، يبقى الاثنين لابد لهم من حيز أو مكان. إنما ما ليس بمادي ولا محسوس لا يحتاج إلى مكان. وذات الله تستغني عن المكان، وأي تفكير بسيط يعرف إنه هو الذي مكن المكان وزمن الزمان وأوجد الأجسام وخلق كل من سواه وما سواه. بس دي عايزة أن يستعلي على حاكم الوهم، يعني على مجرى العادة، ما جرت عليه العادة إن كل كائن لابد له من مكان يستقر فيه أيا كان. واللي مش كده، ما ليس كذلك فهو عدم محض. العوام كده، أكثر العوام حسيون. ثم أشار إلى أن ربنا سبحانه وتعالى رحمة بنا زي ما خلق لنا الحواس وخلق الوهم، والوهم ده ممكن يعكسنا، خلق العقل القوة الناطقة لكي تحذرنا من أخطاء الحس أو أغاليط الحس، وكذلك ارتباكات الوهم أو الخضوع للوهم. ثم وبهنا في بيقول حتى يمكن عبارة تخفى لبعضكم، بيقول لولا كفاية العقل شر الوهم شكل، لولا إن العقل ربنا عمله علشان يحفظنا من الخضوع للوهم ومن الاضطراب الذي يسببه، لولا كفاية العقل شر الوهم في تضليله هذا اللي هو إيه؟ إن ما من موجود إلا وله مكان. طب ورب العالمين الذي كان ولم يكن شيء معه وخلق كل من سواه، ماشي؟ فربنا سبحانه وتعالى وقانا شر الوهم الذي كان من الممكن أن يضلل المفكرين مش العوام بس. لولا هذا لرسخ في نفوس العلماء من الاعتقادات الفاسدة في خالق الأرض والسماء، يعني في الله تعالى، وأنه مجسد وله جسم وله مكان، هكذا يتصورون في كثير من العقلاء في الدنيا إلههم على هذا النحو. لولا هذا العقل الذي ميزنا الله به لاعتقد مش العوام بل وجمهور المفكرين والعقلاء، بل وبيقول والصالحين والأنبياء، لو كان ما فيش إلا الحس والوهم. لكن ربنا زودنا، وزي ما قلت لكم إن المفسرين بيقولوا في سورة الحديد أنزلنا معه أنزلنا
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والميزان، والميزان هو العقل، ميزان العقل. المحافظين بيقولوا كده والمجددين بيقولوا كده من المفسرين. فالميزان هنا ليس ميزان البضائع وإنما هو ميزان الحقائق العقلية. معنى لولا هذا العقل لتقبل الجميع أحكام الوحي في خالق الأرض والسماء، يعني في الله تعالى وأنه جسم. ما دام لا يوجد إلا جسم، ما رسخ لرسخ عندهم نفس المعتقدات الباطلة التي رسخت في قلوب العوام والأغبياء، يعني لا تورط فيها العلماء والأنبياء حتى لولا عصمة الله تعالى بالعقل وبالوحي طبعا. فهنا وبعدين بيقول ولا ولا نفتقر إلى هذا الإبعاد. اقرا الكلام وصلحوا معايا، هي نون. ولا نفتقر إلى هذا الإبعاد. الإبعاد يعني لما تضرب مثلا أو تدي الواحد فكرة وتاخذه تذهب به بعيدا بدل ما تجيب له مثال قريب تروح. في مثل عربي يقول لك ايه، لقد أبعدت النجعة يا أخ العرب، يعني أنت خدتنا بعيد، ما تشوف حاجة قريبة شوي. لقد أبعدت النجعة، فالإبعاد يعني الإغراب في المثل، يعني الذهاب بعيدا. والأدنى متاح ماشي. بيقول ما احناش محتاجين ان احنا ناخدك بعيد ونقول لك انه الوهم كان ممكن يلخبط العقيدة الأساسية في خالق الأرض والسماء نفسه ويهمك أنه جسم من الأجسام. أو بعض الناس قالوا هو جسم لا كالأجسام. الله، طب ومنين انت قلت انه جسم؟ هل قال هذا عن نفسه حتى تقولوا انه جسم ولكن ليس كالأجسام؟ الغزالي بقى بيقول ولا نفتقر، يعني لكي نبين لك هذا لسنا بحاجة إلى هذا الإبعاد، يعني أننا نذهب بعيدا في التمثيل ونقول لك الحكاية دي ده المسائل قريبة منك في تمثيل تضليله وتخييله. الضمير هنا ليه؟ للوهم. لسنا بحاجة أن نبعد بك ونذهب بك بعيدا لكي نشرح تضليلات الوهم وأخطائه. اللي معاه الكتاب يقول الضمير للوهم. لسنا ولا نفتقر إلى هذا الإبعاد في تمثيل تضليله وتخييله، فإنه يكذب اللي هو الوهم فيما هو أقرب إلى المحسوسات مما ذكرناه. ده ممكن يلخبطك في حاجة بين خالص، مش ضروري مثال بعيد شوية تصل بخالق الأرض والسماء. أنا شرحت هذه الفقرة لنفسي لمن لم يفهمها أو تصعب عليه، اكتب عند كلمة الإبعاد لا نفتقر إلى هذا الإبعاد، اكتب نمرة واحد واكتب جنبها أو على الهامش، أي إلى الذهاب بعيداً في التمثيل لقصور الوهم، أي إلى الذهاب بعيدا اللي هو الإبعاد في التمثيل لقصور الوهم بإنكاره موجودا غير جسم. كلام الفات ده
فهو بيقول لك ده الحكاية أقرب من كده كمان. سيبك من مثال البعيد ده، لأنك يعني دع ذلك المثال السابق وانظر إلى شيء أقرب، ولن تحتاج إلى هذا الإبعاد، ولن أحتاج أنا معك إلى الإبعاد. واضح كلمة إبعاد؟ صحيح؟ إزاي بقى؟ لأنك إن عرضت عليه جسماً واحداً يعني على الوهم، وفي هذا الجسم الواحد حركة وطعم ولون ورائحة، واقترحت عليه يعني طلبت من نفسك أو من وهمك، من حاكمك الوهمي أو من قواك الوهمية معذرة، واقترحت عليه أن يصدق بوجود ذلك في محل واحد، إن كل الأعراض دي موجودة في حاجة واحدة على سبيل الاجتماع مع بعض كده، لون على طعم على حركة على رائحة، وكل واحد يمكن يقول لك ده الحركة ضد الرائحة الواحدة، بتحرك كده جايز تتغير ريحته، إنما الطعم والحركة واللون بتاع كلها في جسم واحد كبير أو صغير. كاعة، كلمة كاعة يعني امتنع ضعف، يعني تحت للشيخ قايل لك في الهامش كاع اثنين اي اعرض، يعني عجز واعرض ولم يماشك، وهمك لا يساعدك. كاع عن قبوله يعني عجز عن قبوله او اعرض عن قبوله. وتخيل، تخيل ايه الاتي، ان ذلك مضام من الضم، عارف يضم شيء إلى شيء، مضام للبعض ومجاور له، يعني هو عشان تأخذ الفكرة من الأول هيقول لك آه تعرف إن اللون والريحة والحركة والطعم موجودة في الجسم ده ليه؟ المخ كده أو الوهم بيتخيل إنها رقائق، عارف حباية الطماطم لما تقطعها شرائح كده، أهو ده اللي بيقصد الغزال، المضام دي والشرائح وإن كل شريحة فيها عرض من دول، دي فيها الطعم ودي فيها اللون ودي فيها الريحة ودي فيها الحركة، لأنه المخ كده يعني أعجز من أن يتخيل إن كل الحاجات المختلفة الطبيعة دي تركب في جزء واحد من الجسم، لا هو بيتخيل شرائح كأن الجسم ده عبارة عن أجزاء وقطاعات وشرائح في كل منها صفة من هذه الصفات الأربعة. العجز الوهم عن تخيل اجتماعها جميعا في جزء واحد لا يتجزأ. انتوا تخيلتوا المعنى ولا دخل في اوهامكم او عقولكم؟ بيقول هو اذا انت جيت له كده وقلت في كل جزء من اجزاء الجسم لون وطعم وحركه وريحه، هيتخيل هو إن الجسم ده متقسم شرايح شرايح شرايح، وفي كل شريحة عرض منها أو صفة من هذه الصفات الأربع. واقترحت عليه يعني على وهمك أن يصدق بوجود ذلك في محل واحد على سبيل الاجتماع، كلها متراكبة على كل جزء جزء من الجسم، ولو خدت حتة صغيرة منه هتلاقي برضو فيه الطعم والريحة واللون الأخ. لكن الوهم ما لا يقوى على ذلك، فيتخيلوا إيه؟ يقول لك كاع يكيع ولا مش عارف يعمل إيه عن قبوله، هي واوية فيما أظن،
الكوع يعني العجز والرفض والقصور. وتخيل أن بعض ذلك مضام للبعض، هي شرائح مضمون بعضها البعض، مجاور له، مش كله راكب على حاجة واحد، متجاورة. وقدر اللي هو إيه؟ الوهم، العقل أو الوهم، كل كلامنا عن الوهم. وقدر شكل الكلام، وقدر التصاق شكله، وقدر أي الوهم التصاق هذه الشرائح كل واحد منها يعني بالآخر في مثال ستر رقيق. عارف الستر أو الستر الرقيق اللي هو بيقصده؟ الشريحة. يعني أنت عارف الستارة؟ أنت رقيقة خالص كده، فكأنها ستاير جنب بعضها كده، واحد جنب واحد جنبه. فأمين يا سادة، في مثال ستر رقيق ينطبق على ستر آخر، يعني شريحة رقيقة رفيعة جنب الشريحة الأخرى، لكن كل واحدة منه فيها لون بس أو طعم بس أو ريحة بس أو حركة بس، إنما كل جزء صغير منه في حركة وطعم وريحة. صعب على العقل أو الوهم أن يتصور ذلك. في مثال ستر رقيق ينطبق على ستر آخر أي شرائح. أنا كتب على الهامش نمرة 2 فوق كلمة ستر آخر أي رقائق متجاورة. فمن الرقائق أو الشرائح، شرائح زي الطماطم، ولن تهينا. ولم يكن في جبلته، يعني وليس في مقدوره التي فطر عليه، أن يفهم تعدده إلا بتقدير تعدد المكان الشرائح دي. فإن الوهم إنما يأخذ من الحس، والحس في غاية الأمر يدرك التعدد والتباين بتباين المكان أو الزمان. يعني إحنا قلنا ساعات يبقى 2 أخوة، بنقول عليهم إيه؟ توأم، شكل بعض في كل حاجة، لكن الفارق بينهم وبين بعض إيه؟ بالمكان. على الأقل ده واقف هنا والتاني واقف جنبه، مش الاثنين واقفين في حتة واحدة. فالفارق هنا بالمكان. قد تكون الخطوتان متساويتان متشابهتان وانت ماشي، لكن الفرق بينهم ايه؟ بالزمان، واحدة قبل التاني. وبالمكان برضه، بس وبالزمان. فأحيانا الأمور المتشابهة لا يفرق العقل، هو دي طريقته، إلا بالمكان أو بالزمان. فاهمين؟ فإن الوهم إنما يأخذ من الحس، والحس في غاية الأمر يعني في نهاية التحليل يدرك التعدد والتباين بتباين المكان أو الزمان. فإذا انتفى المكان والزمان حيص بيصاء، ما يقدرش يفهم، يتوقف العقل، يكيع أو يكوع. يعني يقول لك وقف حمار الشيخ في العقبة، ما يقدرش يفهم. عارف المثل ده بتاع المشايخ؟ كان يقولوا لنا كده. أنا مش عارف بقى حمار، اسأل الشيخ يبقى عارف. ما يفهمش طريقته إلا بتباين المكان أو الزمان. فإذا رفع جميعا عثر عليه، شكل يا أخي. فإذا رفع اللي هم إيه؟ مكان الزمان جميعا عثر عليه أي على العقل أو الوهم التصديق بأعداد متغايرة بالصفة والحقيقة حالة، أعداد حالة فيما هو في حيز واحد. شكل، حط شد فوق اللام. والله المثال الأولاني اللي بيقول عليه بعيد أسهل من المثال القريب ده، لكن الغزالي كان عنده كده، ده أوضح.
فبيقول هذا وأمثاله مثل هذه الأشياء واجتماع الريحة والطعم والحركة مش عارف حاجة واحدة ورفض العقل أو الوهم لذلك من أغاليط الوهم. هذا يخرج عن حد الإحصاء والحصير. احنا قلنا الكلمة دي كمان حصر. الله طب مش تقولوا لبدل ما نضيع الوقت. الحصير يعني الحصر. وفي أوائل سورة الإسراء جعلنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يعني حاصرة من الحصر. فالحصير هنا مصدر بمعنى العدد العد أو الإحاطة. والله تعالى ممكن تكتب الآية بتاع سورة الإسراء حصيرا يعني حاصرة بس هي هنا مصدر بمعنى الإحاطة والحصر. والله تعالى هو المشكور. نشكر الله إن مدنا العقل عشان ما نقعش في مثل هذه الأغاليط والأوهام اللي بيسببها إيه الوهم. والعقل هو الحال. بصلي لي العقل هو العاصم هنا في الحتة دي. فإذا أردت مزيد استظهار في الإحاطة بخيانة إذا حبيت تعرف إلى أي حد يضللك الحس والوهم كيف يضللانك فدونك واستقراء ما ورد في الشرع من نسبة هذه التمويهات بيقول لك لو قريت القرآن هتبص تلاقي ينسب هذه الأخطاء إلى الشيطان والمقصود به دواعي الغلط اللي موجودة في فطرتك والتي تجري منك مجرى الدم. لكن من أدب القرآن ينسب الحاجات الخيرة إلى الله والحاجات الشريرة إلى الشيطان مع أنه كله بخلق الله. واضح؟ إذا أردت مثالا فاقرأ الشرع يعني الوحي ما ورد في الشرع من نسبة هذه التمويهات إلى الشيطان وتسميتها وسواسا. افتح الواو مش وسواس وسواس. سورة الناس وإحاطتها عليه أسف وإحالتها عليه عليه ضمير هنا ليه؟ شيطان بينسبها له ويحيله عليه. لكن وسواس انت فاهم الكلام؟ انت بتبص حواليك ليه؟ بص لي انا بس فاهم الكلام؟ لان هذه الامور مغروسه فينا ولكن الكويس منها القرآن ينسبه إلى الله لكن السيء منها ينسبه للشيطان. هو الشيطان بيعمل حاجة؟ الشيطان نفسه مخلوق وخلق ضعيفا ولكن أهو الغزالي بيشرح القرآن ينسبها للشيطان ويحيلها عليه أي على الشيطان. بيتوافقوا له دي حاجات بسيطة. لكن يا مولانا وتسميته هتجد في القرآن أيضا كما أنه يحيل الشر إلى الشيطان وينسبه إليه وتسمية ولا هتلاقي تسمية ضياء العقل هداية ونورا مش كده؟ شكل هتلاقي في القرآن أنه ينسب الغلط إلى الشيطان ويحيل عليه وتسمية ضياء العقل هداية ونورا ونسبته إلى الله تعالى وملائكته الخير. ودول جنب بعض خالص في سورة النساء دور على الآية جنب بعض في ربع واحد بتاع فليقاتل أظن تلاقيهم جنب بعض في قوله هنا بقى مثل بتاع الغزالي بقى الله نور السماوات والأرض. ما هو العقل نور والنور ده نور والشمس نور والوجود بدل العدم نور
ولا ايه؟ الله نور السماوات والأرض، ولما كان مظنة الوهم والخيال، يعني اللي يتوقع الإنسان كده العملية دي بتتم فين؟ هنا في الدماغ، في الدماغ، واضح كم الدماغ؟ الرأس يعني، والشغل اللي جوه ده. ولما كان مظنة الوهم والخيال، يعني في الغالب الحكاية دي مستقرة فين؟ هو دماغ، وهما منبع الوسائل. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.